يعد الرقص ثقافة يمكن بكل مرة بنشوف فيها رقصة بنفهم شيء جديد وغير مألوف بالنسبة لنا، خاصة إذا كانت هي الرقصات جاية من بلدان بعيدة عنا وثقافتها مختلفة ما بتشبه ثقافتنا مثل أمريكا اللاتينية مثلا يعني أكثر يمكن الرقصات المعروفة بأمريكا اللاتينية حنحكي عنها حاليا. ليه اخترنا أمريكا اللاتينية؟ لأنه فيها رقصة مشهورة بكثير من بلدان هذيك المنطقة وهي رقصة التانغو المعروفة والمعروفة كثير. لنعرف أكثر تفاصيل عنها خلونا نشوف كيف رصدنا فعالية بتخص رقصة التانغو من خلال هالتقرير لزميلتنا رهف حموي. الرقصين اغلبهم هلا طلاب جداد هنين، فتحنا لهم فرصه خلال شهرين يتدربوا يعني ليقدروا يشاركوا يحسوا انه ممكن نحن بفتره قصيره ممكن نعمل شيء. تقريبا هلا عم يجوا كان 3 ايام بالاسبوع كل يوم حوالي ساعتين، اخر فتره كثفنا شوي. في اشخاص كثير معنا اكثر من 20 سنه موجودين، اغلب الراقصين القدامى ما رضوا يعملوا شويات، انه حاجه فتحوا مجال للجيل الجديد انه يعمل شويات. هلا هي موهبه مثل الرسم مثل العزف. في ناس عندها موهبة قوية بس بالأخير يعني مثل مين ما كان بيقدر يرسم أو يرقص بس يعني ما بيطلع معه هالشيء الحلو، بس إنه ممكن يعني يمارس شيء بيحبه. هلا أحيانا بمجتمعنا بنواجه صعوبة بسبب هالقصة، إنه رقص إنه أو شاب يرقص أو شيء، فبنواجه صعوبة. ما الكل يعني بيحبذ هالشيء، بس بشجع الكل يرقص، إنه التانغو كثير شيء حلو وكثير هو فن حلو. كانت الوحيدة اللي خلتنا نضلنا واقفين ومتماسكين ونجمع شباب وصبايا حلوين حوالينا ما يروحوا لأماكن سيئة، يجوا لعنا يدرسوا التانغو ويطالعوا كل شيء ستريس عندهم. يا بالنهاية هو كله فن أكيد، بس التانغو الأرجنتيني للأسف ما فيك ترقصي غير مع شخص آخر، مشان هيك بيقولوا it's take two to tango. فكتير حلو إنه الواحد بيتعرف على الآخر، بيصير إجباري بده يعرف مين اللي معه ومين اللي لازم يتعرف عليه ليقدر. روحين، هو جسدين وروحين عم يرقصوا مع بعض مو مجرد رقص. هن اتنيناتهم شيء واحد بس طريقة التعبير مختلفة، بس هن نفس المواضيع نفس يعني التكنيك مختلف، بانه انا هون بحرك الكلمه هون بحرك جسدي اكثر، بس هن الموضوع واحد مو صعب كثير. انا هيك حاسه ما بعرف ليكي، هي القصه بدي وقف عندها كثير بشكل مهم، انه مش الرقصه بقدر ما هي الموسيقى، لانك انت بس تسمعي موسيقى مثل ما هلا مثلا الموسيقى بتاخذك لمكان ثاني، لانه الموسيقى هي لغه العالم، فما إلى علاقة نحن توافقنا ولا ما توافقنا، كلياتنا بنتوافق مع أي موسيقى بنسمعها، ولكن هنيك إنه أنا مثلا بدي أسمع تانغو فأنا عندي حركات خاصة بالتانغو، ما عاد قصة إنه أنا من بلد ثاني والرقصة من بلد ثاني، لا ما كثير بيختلف الموضوع واحد. وإنما بيختلف إنه بالرقص الشرقي نحن في عنا شيء له علاقة بإنه الذكر بيكون مخفي وراء الكواليس او قدام الكواليس خليني اقول، وانما هون بيكون معنا